وأخبار الطقس إليك رفيف. شكرا محمد. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. شهدت مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية أمطارا غزيرة خلال الساعات الأخيرة، ففي جنوب حائل جرت الأودية والشعاب على إثر هذه الأمطار وجذب جريان الأودية السكان، ونشاهد من خلال هذا الفيديو معالم البهجة والفرحة عند المواطنين والذين تجولوا في المناطق التي شملتها الأمطار. وهذا هو ما تحذر منه دائما الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذر من مخاطر الاقتراب من الأودية عند هطول الأمطار. فهذا الفيديو الذي أخذ من موقع جريدة الأنباء الكويتية يقابله مشهد آخر حزين أخذ من صحيفة صدى الإلكترونية، يظهر الوجه الآخر للأمطار الغزيرة وجريان الأودية في مدينة عرعر، حيث جرفت الأمطار العديد من السيارات واحتجزت العائلات وتسببت بوفاة 5 أشخاص من بينهم امرأة. لذلك ينصح دائما باتباع إرشادات الأمن والسلامة وعدم الاقتراب من الأودية على الإطلاق عند هطول الأمطار الغزيرة، مع أمنياتنا بالسلامة للجميع. هذا وما زالت مشاهدينا فرص الأمطار متاحة على لهذا اليوم في حائل والقصيم وحفر الباطن وعسير وجازان والحدود الشمالية، بينما يبقى الجو صحو ومشمس في الرياض مع انتظار الكسوف عصر هذا اليوم الأحد والذي يصادف الموعد الفلكي والمتمثل بحدوث كسوف الشمس في أغلب البلدان العربية. وسيكون بالإمكان مشاهدة هذا الحدث الفلكي النادر والهام في كافة مناطق شبه الجزيرة العربية، وذلك بنسب متفاوتة وفقا لموقعها الجغرافي. وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة لليوم في كافة المدن السعودية. نبدأ من الدمام والهفوف، لدينا 31 درجة وأجواء صحوة. في حفر الباطن مشاهدينا كما سبق وذكرت لدينا أمطار محتملة وأجواء غائمة مع 21 درجة مئوية. أيضا لدينا خلال هذا النهار في القاسم ووادي الدواسر درجات حرارة معتدلة وأجواء مشمسة. ولو اتجهنا إلى الباحة، هنا لدينا خلال هذا النهار نحن نتحدث طبعا أجواء مشمسة، وفي مكة المكرمة أيضا لدينا أجواء صحوة. في المدينة المنورة لدينا 28 درجة مئوية. ولو اتجهنا مشاهدينا الآن إلى الطائف نلاحظ بأنه لدينا أيضا أجواء صحوة مع 25 درجة مئوية.